التخدير وعلاج الألم والعناية المركزة. طبعا النهاردة هو فرصة للقاء الأجيال الصغيرة بالأساتذة العظام اللي مسؤولين عن المفروض مسؤولين عن تعليمهم وتعريفهم بالمستجدات الجديدة في التخدير أو العناية المركزة أو علاج الألم، لأن كل يوم في جديد في المجال بتاعنا، سواء أدوية أو أجهزة أو تقنيات أو تكنيك جديد نستعمله للمرضى. وكل الحاجات دي هدفها الوصول لأمان المريض إنه يخرج من أوضة العمليات أو العناية المركزة، خصوصاً إن الناس بقوا مايندد أو مهتمين بالعنايات المركزة. زمان ما كناش نسمع عن العنايات المركزة، دلوقتي إحنا كل يوم عايزين نزود عدد أسرة العناية لكثرة الحالات اللي بتولد للجسم في جميع من جميع الأقسام، سواء أعصاب سواء نسا سواء جراحة سواء بطنة، كلها محتاجة سراير عناية. فبالتالي بدأنا نهتم بزيادة أعداد أسرة العناية وتدريب الأطباء على التعامل مع مريض العناية لأنه مريض.